لو الحكاية فيها إن فيدي. نروح بعد كده لبرج السرطان. برج السرطان النهاردة عندهم القمر في المنزل السادس، وده بيخليهم عندهم طاقة ونشاط رائع، ده منزل الصحة، وهيقدروا إن شاء الله النهاردة إن هم يكونوا متميزين، وإن هم يثبتوا إن هم الشخص اللي يمكن الاعتماد عليه في أي عمل بيقوموا بيه. النهاردة كمان مواليد السرطان ممكن يكون عندهم إصرار على إنجاز واجباتهم تجاه عائلتهم وتجاه الواجبات المنزلية، وكمان في الشغل هيقدروا يقوموا بإنجازات مهمة. فيك.